جددت واشنطن دعوتها لإسرائيل لعدم توسيع الحرب مع لبنان. وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن المزيد من تصعيد الصراع في لبنان سيصعب عودة المدنيين على جانبي الحدود. وشدد بلينكين على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، كما شدد على أن اتفاق وقف النار يجب أن يكون لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي رسالة نشرها بالإنجليزية كمحاولة لتخفيف التوتر مع البيت الأبيض بعد تراجعه عن تفاهم يهدف إلى وقف النار ل 21 يوما في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد اجتماعا أمس لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وسيواصل المناقشات في الأيام المقبلة. وقال نتنياهو في رسالة نشرها على منصة إكس إنه يتفق مع أهداف المبادرة الأمريكية لإعادة السكان إلى الشمال، وأن الدور الأمريكي لا غنى عنه بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. منذ 7 أكتوبر الفائت، والرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تحقيق أمرين أو التوازن بين أمرين: أولا دعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة وضد حزب الله في لبنان، ومنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. آخر تلك المحاولات تمثلت بدعم واشنطن هدنة بين إسرائيل والحزب لثلاثة أسابيع، إلا أنها بقيت حتى إشعارا آخر حبرا على ورق. وقبل أن تندلع الاشتباكات عند جبهة لبنان، سعت واشنطن طيلة 11 شهرا إلى التوسط لبلوغ اتفاق يوقف حرب غزة بين إسرائيل وحماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين، ولكن لم يسجل أي تقدم. ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قام أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية بتسع زيارات إلى المنطقة، ولكن من دون تسجيل أي تقدم. أيضا أحد المسؤولين الغربيين يعتبر أن ما سماه الخطأ الأصلي الذي ارتكبه بايدن هو قوله إن واشنطن ستقف إلى جانب إسرائيل مهما كلفها الأمر. فالدبلوماسية الأمريكية فشلت في ترهيب الخصوم، يقول دبلوماسي في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن بايدن أرسل أصولا عسكرية إلى المنطقة بعد 7 أكتوبر كتحذير لإيران والجماعات المتحالفة معها، ولكن لم يسجل أي رادع. فالحوثيون، يقول الدبلوماسي، يواصلون هجماتهم على السفن التجارية بالبحر الأحمر. ويعتبر مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية أن بايدن فوت فرصة الرد السريع والأكثر صرامة في مواجهة هجمات وكلاء إيران. لمناقشة هذا الموضوع من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، ومن الناصرة ضيفنا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ من واشنطن، هل تعتقد واشنطن بأن نفس السيناريو الذي أقدمت فيه مع نتنياهو فيما يخص قطاع غزة سيتكرر في الجنوب اللبناني، ولم تتمكن من إجبارها على الأقل الموافقة على هذه الهدنة؟ تحياتي لك أولا أستاذ التهاني ولضيفك الكريم أستاذ نظير من فلسطين. بالتأكيد الموقف الأمريكي الآن ربما يكون أضعف مما كان عليه قبل عدة أشهر، وقبل عدة أشهر لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من حكومة نتنياهو، ظل يراوغ ويراوغ، وحتى وصلنا إلى هذه النقطة التي نحن فيها الآن بدون أي تسوية فعالة للدور الأمريكي، أو تظهر أن الدور الأمريكي قادر على يعني الضغط على إسرائيل بالفعل وتحقيق ما تريده واشنطن سياسيا واستراتيجيا. لذلك أتصور أنه في اللحظة الراهنة، ونتنياهو يعلم أن إدارة بايدن هي الآن إدارة بطة عرجاء لا تملك كثير من أوراق الضغط، ولا يمكن أن تفعل ما فشلت في فعله قبل عدة أسابيع أو عدة أشهر. الآن الإدارة الأمريكية مشغولة أكثر بالانتخابات، هاريس التي هي جزء من هذه الإدارة لا تريد أيضا أن تغضب إسرائيل، وهي تحتاج إلى أصوات اليهود وتحتاج إلى عدم المصادمة مع اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن، وبالتأكيد هي لا تريد حتى أن تثير هذا الموضوع إذا استطعت أن تفعل ذلك. وبالتأكيد هذا كله يصب في مصلحة نتنياهو الذي هو أصلا اختار هذا التوقيت بالذات، يعني المعركة مع حزب الله من الذي اختارها؟ هو نتنياهو، هو الذي بادر كسر قواعد الاشتباك. نعم. الاشتباك
بالتأكيد، وبالتالي لا أتصور أنه نتنياهو كما يقول الآن بأنه يعني منفتح على مسألة الهدنة، هو هذا يقوله فقط لأنه الآن هو على الأراضي الأمريكية وفي الأمم المتحدة، ولا يريد أن يظهر بموقف سلبي تجاه المبادرات المطروحة والتي تم الموافقة عليها يعني عربيا ودوليا وأوروبيا، وحتى أستراليا واليابان وافقوا عليها. طيب أنا قبل أن أذهب إلى سيد نظير، أنت تطرقت لموضوع الانتخابات واللوبي الإسرائيلي أو اللوبي الصهيوني في كيف يمكن أن يؤثر على الانتخابات. أيضا كانت التقارير يا سيد تتحدث بأنه هناك لوبي إيراني أيضا هو فاعل، كيف يمكن أن يؤثر على أصوات المسلمين؟ أم هناك تفاوت كبير ما بين أصوات اليهود والمسلمين أو الفكر الصهيوني في الولايات المتحدة بجانب المسلمين هناك؟ سؤالي لك سيد طارق باختصار بس. نعم باختصار، يعني بالتأكيد أصوات اليهود عادة وكذلك العرب، يعني 80% تقريبا أو 70% من أصوات اليهود عادة ما تذهب إلى الديمقراطيين، لكن في الفترة الأخيرة ربما تململ البعض وشعروا بأن هناك انقسام داخل الحزب الديمقراطي حول قضية دعم إسرائيل، هذا ربما يدفع بعضهم إلى التصويت لصالح الرئيس دونالد ترامب. أما بالنسبة للعرب فإن التأثير الوحيد لهم هو في ميتشيغان، وميتشيغان بها يعني جالية إسلامية وعربية، بعضهم من المتعاطفين مع حزب الله لأنهم يعني ينتمون طائفيا إلى الطائفة الشيعية، لكن هناك أيضا سنة، وبالتأكيد هناك رغبة في عدم التصعيد، تصويتهم هو مؤثر فقط في ميتشيغان، بغير ذلك لن يكون للمسلمين أو العرب أي تأثير أو نفوذ في أي مكان آخر، لكن ميتشيغان حيوية ومهمة في الانتخابات الأمريكية. طيب سننتقل للجانب الآخر سيد نظير مجلي، أهلا بك معنا من الناصرة. سيد نظير، أولا مناورات نتنياهو التي يقوم بها الآن حول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع في الجنوب اللبناني كقطاع غزة، هو يعول على ماذا؟ هل هو يناور حتى ينتظر للدخول برا، أم يناور إلى أن يأتي رئيس جديد في الولايات المتحدة، على ماذا؟ مرحبا بك العزيزة داني وبضيفك الكريم الأستاذ طارق. أهلا. والمشاهدين والمشاهدات، نتنياهو يعول على الكثير من الأمور، لكن أولا ينبغي أن نشير إلى أنه يعني يتكلم بالعبرية بطريقة وبالإنجليزية بطريقة أخرى، ولكن هنالك حقيقة، والحقيقة تقول أنه يعرف كل كلمة وكل تفصيل في المشروع الأمريكي الفرنسي ووافق عليه. هذه هي القضية. الآن نتيجة للضغوط في الشارع الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية والخلاف الذي دخل به مع قيادة الجيش الإسرائيلي، كما هو معروف الجيش والأجهزة الأمنية هي التي كانت تدير المفاوضات باسم إسرائيل حول كل قضية وقف إطلاق النار والحرب. نعم. الآن من يدير المفاوضات هو رجل نتنياهو دريمر، فالجيش وقف ضده نتيجة لذلك، وعمليا أصبح هناك شبه إجماع، كذلك المعارضة الإسرائيلية تقف ضده، وعدد يعني نسبة الجمهور الإسرائيلي الذي يؤيد الاستمرار في الحرب ويرفض الفكرة الأمريكية 64%، وحتى عندما ننزل العرب من الحساب المواطنين العرب في إسرائيل يصبح 74% من اليهود يرفضون هذا، والسبب في ذلك كما يبدو هو أولا التعبئة الجماهيرية الغير عادية بأن الحرب في لبنان هي مكسب وتنتصر وتحقق إنجازات، طبعا يوجد إنجازات من دون شك وهذا يقنع إسرائيل أكثر، ولهذا نتنياهو ارتدع عندما رأى هذا الموقف الضخم في الشارع الذي ينعكس أيضا في حكومته وأيضا مع الجيش، تراجع. هذا التراجع يجعل الأمريكيين يتساءلون، هل توجد في إسرائيل دولة مؤسسات أم لا؟ هل توجد حكومة ورئيس حكومة قادر على الإيفاء بالتزاماته أم لا؟ ومع ذلك يعني هذه الأزمة تحتاج إلى حل ولا تحتاج إلى صدام في الوقت الحاضر. طيب هل هناك أدوات ضغط يا سيد طارق ممكن أن تستخدمها واشنطن أو الإدارة الديمقراطية الآن على نتنياهو؟ يعني لا نريد أن نفترض مثلا بأنه، لأنه كان أيضا هناك حديث بأنه 21 يوم تقريبا تعتبر كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، يراها فترة كافية لإعادة تموضع من جديد لحزب الله أو لملمة صفوفه. ماذا عن مثلا 10 أيام 7 أيام، ممكن هذا ممكن تفرض عليه هذه النظرية أو هذا النوع من الحلول؟ يعني بشكل عام لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستغير نهجها في اللحظات الأخيرة لوجودها في البيت الأبيض.
لأنه بالفعل كانت هناك فرصة، وربما تكون هناك فرصة بيد إدارة بايدن، خصوصا وأنه صدرت أنباء على أنه هناك تقارير لمفتشين يعني يراقبون الأداء الحكومي، ويقولون بأن إسرائيل في تقاريرهم انتهكت قوانين حقوق الإنسان وقوانين الخاصة باستخدام السلاح الأمريكي. ويمكن للإدارة إذا أرادت وإذا كانت راغبة أن تستخدم هذه الورقة لتقول نحن ننصاع لهذه الرغبة، ونحن نريد أن نضغط على الإدارة الإسرائيلية من خلال هذه التقارير. لكني لا أتصور أن بايدن والإدارة بشكل عام لديها الشجاعة الكافية لأن تفعل ذلك. هناك انقسام بالفعل داخل الإدارة الأمريكية، وهناك من يرى أن إسرائيل تدافع عن نفسها، وأن الهدف الاستراتيجي الأمريكي هو في النهاية أن إضعاف حزب الله هو إضعاف لدور إيران في المنطقة، وبالتالي هو يحقق المصلحة الاستراتيجية الأمريكية. أنا كنت أريد أن أسأل سيد نظير قبل أن ينتهي الوقت، الآن على ما يبدو بأنه التطورات على الأرض أو كسر قواعد الاشتباك أو تهور حزب الله بأنه يضرب تل أبيب أو إصابة مدنيين هو مرتبط بمكاسب إيرانية ربما تحققها في واشنطن. هل هذه المكاسب في دراية عنها من الجانب الإسرائيلي، وكيف يتعاطى معها؟ في الجانب الإسرائيلي ينظرون إلى الموقف الأمريكي بالأساس، وطبعا يعرفون أن إيران لديها حساباتها، وفي مرحلة معينة كانت إسرائيل لاعب من اللاعبين الذين تحركهم إيران، لأنها فتحت عليها جبهات وحرب استنزاف وإسرائيل انجرت إليه. الآن يجدون فرصة في أن يغيروا هذه المعادلة. الأمر الأساسي الذي أغراهم هو الضعف المفاجئ الذي فاجأهم وصدامهم في مقاومة حزب الله. توقعوا أن تكون هناك أمور أصعب، لم يتوقعوا أن يحققوا كل هذه النجاحات بهذه الفترة القصيرة، هذا فتح شهيتهم. إضافة إلى ذلك الموقف الأمريكي، هم يعرفون أن الإدارة الأمريكية وحصل 14 مرة الولايات المتحدة فرضت على إسرائيل سياسة عبر 75 عاما. نعم. الإدارة بايدن ضعيفة، وليس هي ضعيفة فقط بل تبث لإسرائيل أنها ضعيفة. نعم. وتقوم بدعمها وتقرر إعطاء أسلحة حتى في اللحظة التي ترفض فيها إسرائيل الذهاب إلى هذه المصلحة، والولايات المتحدة لديها سلاح قوي جدا تجاه إسرائيل. إنها مخلصة في دعم إسرائيل ومساعدة إسرائيل، ولا تقنع الجمهور الإسرائيلي بذلك. إلى متى؟ هي هذا السؤال، إلى متى؟ المرة الجاية إن شاء الله نسأل ده السؤال ونحاول نحن يعني نعرف أكثر من التفاصيل من الناصر الكاتب الصحفي نظير مجلي، وأيضا ضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.